السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة الرافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. ونبدأ في هذه الليلة ملفنا الأول بالحديث عن ما ذكره موقع ميدل إيست أونلاين من أن قانون العفو في العراق يواجه مصيرا غامضا مع شروط المالك التي أعلن فيها رفضه إطلاق سراح من وصفهم بالإرهابيين، وأن المصلحة تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل وأربكوا البلاد ومنعوا الإعمار والخدمات على حد قوله. ولفت الموقع أنه خلال السنوات الماضية تم الزج بآلاف العراقيين في السجون بناء على وشايات المخبر السري، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق. وكذلك انتزعت الاعترافات تحت التعذيب، فيما تطالب بعض القوى السياسية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم، وهو ما تعارضه قوى وأحزاب تنضوي غالبيتها اليوم في الإطار التنسيقي، رغم أن تمرير قانون العفو كان أحد بنود الاتفاق الذي مررت بموجبه حكومة السودان. وتواصل حكومة الإطار التنسيقي تنصلها من تعهداتها بشأن إقرار قانون العفو العام، فيما تجاوزت نسبة اكتظاظ السجون الحكومية 300% للمعتقلين الذين ينتظرون النظر في قضاياهم. ومع تأكيد منظمات حقوقية دولية ومحلية أن غالبية المعتقلين لم يحصلوا على محاكمة عادلة وجرى انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، تتذرع أحزاب الإطار التنسيقي بأن القانون يزعزع الأمن في حال إقراره، وصفة المعتقلين بالإرهابيين. وتتواصل مناشدات أمهات المعتقلين لإطلاق سراح أبنائهم من السجون الحكومية وتمرير قانون العفو العام لغايات إنسانية وسط استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم. لنشاهد معا هذه المناشدة لأم عراقية تناشد السلطات لإطلاق سراح ذويها. شد أخويا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، أنا أخته ودا أناجده، أمشي عليك الله ومحمد وعلي، الله يرضى عليك سيادة الرئيس، مشي العفو العام، ترى والله تعبنا احنا الأمهات، والله نذلينا، والله نذلينا مذلة لا الهول ولا الهتالي، شنو ذنبنا؟ قلبك ما يرفع علينا، ما تقول ذني خواتي، ذني أمهاتي، الله يخليك يا سيادة الرئيس، والله تعبنا، كلهم عندهم أولاد، عندهم أمهات، عندهم أبهات، عندهم أطفال بهم وبهم شباب، الله يرضى عليك، الله يخليك، الله يخلي لك أولادك، أنا أمك، أختك احسبني، ودا أناجدك، والله ما عندي غيره بس هو هذا، حتى أبوه ميت، والله العظيم أبوه ميت، وبس هذا عندي، ما عندي غيره. واني قاعده بالايجار، والله انذليت مذله ما صايره ولا دايره. والله يا سياده الرئيس انا مرات تجي براسي والله تحرق نفسي ابدا خلاص، اقول تعبت وين تعبت انذليت. وما اعرف ايش وقت تطلع، ايش وقت يعني ما ادري، الله يخليك سياده الرئيس، اطل عفو العام. احسبني اختك اني واني داني بشاربك، الحرمه بشارب الخير، وانت خير وانت من اجاويد. اطل عفو العام. الله يخليك يا سياده الرئيس. إذن هذه كانت المناشدة، وأدرج البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام ضمن جدول أعماله غدا في ظل تسويف متعمد ومحاولات لإفراغه من مضمونه كي لا يشمل المعتقلين المتهمين وفقا لقانون المادة الرابعة إرهاب سيئة الصيت. ويقبع مئات الآلاف من الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري، وهو النظام الذي عملت به حكومات ما بعد سنة 2003، يقبعون في السجون الحكومية ويعيشون ظروفا لا إنسانية، ويرزخ هؤلاء تحت وطأة ظروف قاسية في السجون الحكومية. وبحسب إحصائيات فإن ما يقارب من 80% منهم لم يعرضوا على القضاء، فيما تستغل قوى متنفذة هذه الأعداد لسرقة مخصصاتهم المالية. وسبق أن أقرت وزارة العدل الحالية أن نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300%، وأن عدد المساجين يصل إلى 60,000، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25,000 سجين،
وتفتك الأمراض بالمعتقلين نتيجة لسوء التغذية والحرمان من الرعاية الطبية في عمليات تعذيب ممنهجة تمارسها السلطات ضدهم، فيما تواصل المماطلة بإطلاق سراحهم رغم إقرارها بأن أعدادا كبيرة منهم هم بالفعل أبرياء. لنشاهد معا مناشدة أخرى أطلقتها والدة أحد المعتقلين في السجون الحكومية لإطلاق سراح ولدها، فلنتابع. بالإرهاب وطب داعش وولد راحوا بيها، يعني ظلم مال داعش، وهسه اجتنا المخدرات، اريد اشوف ملف داعش وملف المخدرات، ايش وقت ينتهي؟ ايش وقت تنتهي يا دولتنا؟ يا دولتنا ايش وقت؟ يا محمد الشياع السوداني، يا محمد الشياع السوداني، ايش وقت؟ ايش وقت دولتنا الله يرحم بيها؟ ايش وقت الله يرحم بيها ويلطف بهاي الناس، بهاي الناس، يا الله يا ناس يا عالم، هذا القرآن، هذا القرآن، الشباب ماتت بالسجون، ماتت بالسجون، انتهت، هذا تدرن وهذا يموت ويذبونه، يموت بالتعذيب ويذبونه، يعني المخبر السري ماكو، شو اسمه ضباط التحقيق ما ادري شنو، المن نتجه؟ المن نروح؟ المن نروح؟ المن؟ المن نناشدكم باسم من؟ باسم من؟ باسم الغيرة؟ مو دبت النسوان شيلها بالمظاهرات، مو الناس فرعت النسوان، مو الشباب ماتت بالسجون، الجهال تيتمت، الامهات النسوان طلقت وراحت، عفت جهالها وراحت. المن الناشد؟ المن قولوا لنا المن الناشد؟ ناشد رب العالمين بس الله بقى، بس الله بقى، بس الله بقى، وانت يا سيدنا يا رئيسنا، يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية، بش وقت؟ ايش وقت انت الى قرع؟ ايش وقت انت مخلينك رئيس جمهورية لو تنش ذبان؟ إذا ايش وقت تاخذ قرار لرئيس الجمهورية؟ كيف تفاعل العراقيون مع هذا الموضوع؟ فلنتابع. سيد محمد علق قائلا: يا رب فرج عن كل السجناء وحسبي الله ونعم الوكيل. علاوي علاوي: نطالب بالعفو العام عن السجناء، فرحوا أمهاتهم والأطفال. آيات الطائي قالت: قانون العفو العام مطلب شعبي، أنقذوا السجناء من الظلم، السجناء يموتون في السجون، ارحموهم يرحمكم الله. أم محمد علقت قائلة: نحن أمهات السجناء المظلومين، نطالب بالعفو العام عن كل السجناء المظلومين أسوة بباقي الدول، أنصفوا أولادنا المظلومين، كفى ظلما، ارحموهم يرحمكم الله. محمد علي المشتكى لله: لا إله إلا الله، صرخات المظلومين من أمهات السجناء وعوائلهم وأطفالهم تكسر القلوب. ماجد الكبيسي علق قائلا: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سياسي عراقي يعارض قانون العفو العام. إذا كان هذا تعليق ماجد الكبيسي، وبه نختم ملفنا الأول وننتقل إلى ملفنا الثاني، وسنتحدث فيه عن الرعاية الصحية في بلاد الرافدين، حيث حل العراق مؤخرا في المرتبة 79 كأسوأ بلد في تقديم الرعاية الصحية على مستوى دول العالم. ويعتمد مؤشر الرعاية الصحية على تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية في البلدان، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية وكفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية كالأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين، ثم التكلفة المترتبة على الفرد وتوافر الأدوية عالية الجودة واستعداد الحكومة أيضا. ويأخذ مؤشر المجلة الأمريكية المعنية بتقديم إحصاءات عن جودة الحياة في دول العالم، يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة. في غضون ذلك أظهرت صور ملتقطة حديثا من جناح صالة العمليات في مستشفى الصدر الحالة المزرية الذي يعانيه، حيث ما زالت النظافة غائبة عنه بعد أيام على بثنا في برنامج صوتكم. بعد أيام من بثنا في برنامج صوتكم صورا ترصد الأمر كذلك لتوقف المصاعد وتعطلها في ذات المستشفى، فلنتابع هذا الفيديو. هاي مستشفى الصدر، الطابق الأول، غرفة العمليات،
صالة الانتظار. حتى العنكبوت. وحلت بغداد سابقا في المرتبة الأخيرة بمؤشر الرعاية الصحية لمدن العالم خلال العام الماضي 2023 بحسب موقع نومبيو المهتم بتصنيف دول العالم وفق تكلفة المعيشة والسكن. ويعد العراق كما هو معلوم خامس أغنى دولة نفطية في العالم، ومع ذلك لا يستطيع مواطنوه الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض، لا سيما أن الكثير من الأدوية المخصصة منتهية الصلاحية. أما الأدوية سارية المفعول فيتم في كثير من الأحيان بيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تتم من تحت الطاولة، وتستفيد منها الطبقة العليا على حساب الفقراء. ففي مستشفى ابن البلدي في بغداد تفاجأ مواطن من طلب الطواقم الطبية منه شراء قرص ليزري من خارج المستشفى لكي يزودونه بصورة وبيانات السونار الذي أجراه لابنه مؤخرا. فلنشاهد إذن هذا الفيديو. شوف مستشفى ابن البلدي للطفل، قرص ما عندهم، رحت اشتريت قرص وجيت مال مفراس، قلي والله جيب قرص من يمك لان ما عندنا قرص. هذا مستشفى ابن البلدي، شوف مستشفى ابن البلدي للطفل، قرص ما عندهم، رحت اشتريت قرص وجيت مال مفراس، قلي والله جيب قرص من يمك لان ما عندنا قرص. هذا مستشفى ابن البلدي. إذن وعلى الرغم من تقديم الخدمات الطبية العامة بالمجان، يلجأ المواطنون في كثير من الأحيان إلى القطاع الخاص ذي التكلفة العالية بسبب نقص الأدوية والأجهزة الطبية وارتفاع أسعارها وقلة الخدمات، فضلا عن غياب الطواقم الطبية وخلو المستشفيات من الأطباء، كما حصل في استشارية مستشفى الحلة التي وثق مواطن من هناك وجود عدد كبير من المراجعين فيها في الساعة 10 صباحا دون وجود أي طبيب يستقبلهم. لنشاهد قبل عرض التعليقات. عمي محافظ بابي، مدير صحة بابي، الساعة بالعشرة وهاي الناس متجمهرة وماكو أخصائي، وين نروح؟ كلها شيبة، خل نباوع، أصبح الإنسان لا شيء، المفاصل وكسور، شيبة وعجايز، ومعلوم التكلم موظف بدولة هذه يا حد غيب، يعني وين رحنا؟ محافظ بابل مدير الصحة يعني الساعة بالعشرة والأخصائي ماكو، سدوها أجروها سووها مستثمر ما نفتهم السالفة، هذا الممر متروس. كيف تفاعل العراقيون مع هذا الموضوع؟ فلنشاهد مع مشاهدينا الكرام. أبو عقيل الكناني علق قائلا: المستشفيات الحكومية في العراق فقط اسم، لأنهم يشتغلون في عيادات خاصة ومستشفيات أهلية، لك الله يا الفقير. رياض عبد الجليل قال: الواقع الصحي تعبان في المستشفيات الحكومية، لأن الدكتور عنده عيادة خاصة يطلع المقسوم منها، وحتى من يشتغل في المستشفى من وراء خشمال ولا يعمل بإخلاص. أبو حسين الميساني قال: هذا لا يصلح، مستشفى تدخل مسخن تطلع ميت. حيدر الفريداوي قال: على مود المريض ينجبر غصب عن رأسه يروح لهم للعيادة الخاصة، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحمد الموسوي علق قائلا: الواقع الصحي في العراق فاشل بمعنى الكلمة، لا علاج لا كادر به، حتى الممرض هم ما يتحاشى، لو تروح للمقصب العيادات الخاصة، لو مستشفى أهلية، لو ماكو تموت. عبد القادر الحميدي قال: بسبب الطب الفاشل في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات لانعدام الرقابة والاهتمام بأرواح الناس. إذن هذا كان أيضا تعليق عبد القادر.
وبه ننتقل إلى ملفنا الثالث لهذه الليلة مشاهدين، وهو ملف التعليم والأبنية المدرسية في العراق، حيث عرف العراقيون مصطلح المدارس الكرفانية بعد عام 2011 إبان ولاية حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي عقب عمليات هدم المدارس الآيلة للسقوط في بغداد والمحافظات ضمن مشروع عرف حينئذ إداريا بالأبنية المدرسية رقم 1 كحل مؤقت لتفادي أزمة تعليمية. ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد المدارس الكرفانية في العراق، وتعلل وزارة التربية ذلك بعشوائية تشييدها وضياع تفاصيل هذا المشروع بين الحكومة ومجالس المحافظات، فضلا عن المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد والتي تبنت بدورها تشييد عدد من هذه المدارس. ولم يكن مرور أكثر من 13 عاما كافيا لإنجاز مشروع الأبنية المدرسية رقم 1 بعد أن مر بسلسلة معقدة من المخاطبات الإدارية والبيروقراطية والتلكؤ والإهمال، وقبل ذلك كله الفساد الذي ينخر الدولة العراقية الذي بدد بدوره الأموال المرصودة لهذه الأبنية. وتحاول السلطات الحكومية تقديم صورة مغايرة حينما تدعي أنها أنهت ملف المدارس الكرفانية ولم تعد هناك مدرسة كرفانية، لا سيما في محافظة النجف التي وثق أحد الناشطين فيها هذا المقطع من داخل إحدى المدارس الكرفانية، ونحن على أعتاب عام دراسي جديد كما هو معلوم. فلنتابع. محافظ النجف يقول عازم على إنهاء المدارس الكرفانية. تفضل يا محافظ النجف، هاي مدارسنا النموذجية في قضاء المشهار، ويدري كم خايس، كم ملعون، كم منتفع، كم منبطح. عدل الله وعدل الحسين وعدل الإمام علي يتهمنا بأن احنا عملاء ونستلم فلوس لتضليل الرأي العام. هذا الواقع قدامكم، هذا الواقع، هاي الخشب تطبطب. تعالوا راويكم، خلي نشوف اللي يتهمنا. المريض النفسي اللي عنده عقدة كرامة وشرف، هذه مدارس أطفالنا، هذه مدارس أطفالنا، أطفالكم حشيش، هذا جواها حرفة، هذه أطفالكم، هذا كله يا خونة يا أعداء الدين، كل ما ثار مزاجكم وكرامتكم من طلعنا بالشارع قلنا لي حقوقنا والظاهر على من الأطفال تتعلم. انزعجتوا من كم تاير وما زعجتوا على الله يا التعليم. في غضون ذلك تتحدث مصادر مطلعة عن وجود نحو 2000 مدرسة آيلة للسقوط في عموم العراق دون العمل على إخلائها من التلاميذ جراء إهمال الحكومة وعدم توفر البدائل. وتنقل المصادر عن مسؤولين في وزارة التربية الحالية أن ملف الأبنية المدرسية يشهد إهمالا كبيرا منذ عقدين، وأن المشاريع التي أحالتها الوزارة إلى الشركات من أجل تنفيذها تحولت إلى متلكئة ومضت عليها سنوات دون فتح تحقيق بشأنها. وأوضحت المصادر أن السلطات الحكومية لا تمتلك استراتيجية واضحة في تطوير القطاع التربوي والنهوض به في المدة المقبلة جراء استشراء الفساد فيها، مضيفة أن البلاد بحاجة إلى نحو 10,000 مدرسة للتخلص من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف الدراسية. ومن بين هذه المدارس المكتظة مدرسة خير البرية الابتدائية المختلطة التي ناشد أولياء أمور طلبتها وأهالي إحدى مناطق ذي قار السلطات لاستئناف العمل وإكمال بنائها بعدما توقف منذ سنة 2014. فلنشاهد هذا الفيديو. شد من تلاميذ مدرسة خير البرية الابتدائية المختلطة اللي تأسست سنة 2005. المدرسة هذا الهيكل حاليا اللي جاي صوره توقف العمل به منذ سنة 2014، ولا حد الآن لا مسؤول لا جهات رسمية اجت كملته ولا شافته أبد. والهيكل مال المدرسة القديمة ذيش كلش بناء تعبان، ممكن يسقط على المعلمين والتلاميذ بأي لحظة، خاصة الفصل اللي يعني فصل الشتاء جاي يعني بالأمطار، وناهيك على أنه العدد ما يستوعب التلاميذ عدد الصفوف.
يعني تقريبا اكثر من 350 طالب، يعني كل صف بي اكثر والله من 60 تلميذ. فرأيت الجهات الرسميه يعني والجهات المسؤوله يشوفون هاي الحاله، وان شاء الله قبل يعني بدايه العام الدراسي يكملون ما تبقى منها. إذا هذا كان الإهمال الحكومي للقطاع التعليمي في العراق. كيف تفاعل المعلقون والمغلدون العراقيون على هذا الموضوع؟ فلنتابع أبو زهراء الموسوي علق قائلا: بارك الله فيك، ما يهتمون بالمدارس الحكومية، لن أكو بديل، مدارس أهلية والقضية متعمدة. هذا كان رأي أبو زهراء. علي جبار: والله هاي كارثة طبعا، مو بس هاي المدرسة، أكو مدارس تم بناها وبقيت على هذه الشاكلة. الشاعر محمود الأعاجيبي قال: هاي المدرسة مهملة صلها سنوات، وللأسف ماكو أي متابعة من الجهات المعنية، على الرغم من نسبة الإنجاز بها تعدى النص، بمنطقة جاي تعاني طلابها من الطريق. نتمنى إنصاف المنطقة وإكمال مدرستها. عمار جاسم علق قائلا: مدرسة عكاظ مقابل جسر السريع القريب من شارع الجمعة، 11 سنة قيد الإنشاء ولم تكتمل. مهند المهارجي علق قائلا: هذه المدرسة مأساة حقيقية على وعلى بقية المدارس الأخرى مثل مدرسة المنذرية الابتدائية ومتوسطة القرنفل أو القرنقل، على ما أعتقد تفتقر إلى أبسط الخدمات مثل الماء والكهرباء والرحلات وغيرها من الأمور الضرورية. إذن مهند المرهج هكذا كان رأيه. العراقي العراقي علق قائلا: أحسنت، إلى متى تبقى المدارس بهذا الشكل؟ أين البناء؟ بلد النفط، وهذا وضعنا مع كل الأسف. إذن هذا كان رأي الآراء حول هذا الموضوع، موضوع قطاع التعليم في العراق. معنا أبو عمر من بغداد، حياكم الله أخوي أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد عبد الرحمن المحترم، وحيا الله قناتك العظيمة، وحيا الله كل قناة الإرافدين اللي يتابعوكم. حياك الله وبياك أستاذ أخوي أبو عمر. قانون العفو العام، هل تؤيد الإسراع به أم أنك من معارضيه؟ أستاذ عبد الرحمن، إحنا نقدر نقول نأيد به، لكن المشكلة إحنا عندنا أحزاب السلطة وحكومات الحكومة العراق من 2003 لحد الآن، نعرف إحنا كثير عندنا أبرياء بالسجون، وناس يعني صارت عليهم دعاوي كيدية، ناس صارت عليهم هم أبرياء واعتقلوهم من دورهم، ناس إنه بالشارع أخذوهم، ناس مظاهرات صارت واخذوهم، هذول الناس كلهم أبرياء للأسف. هذا الحقد والحكومات اللي حكمت العراق، يعني من حكومة عبد المهدي والمالكي، كلهم ما أطوا عفو عام. هذا السبب يدل على أنه هم ناس ما لهم حبهم للمواطن العراقي، ولا أنه يفرجون عنه، لأنه هو إنسان يريد العيش، إنسان يريد أن من يتعبر برأيه، يعني ما ممكن أن يعتقل إنسان ما له ذنب، لا ذنب دواعش، لا أنه قتل، لا أنه هزم. هذا المفروض انه ما يتحاسب، بس للاسف احنا عندنا كثير ناس ابرياء، وناس يعني اخذتهم الحكومات يعني من دون اي سبب، ناس يعني حكموا نفسهم على اوراق بيض ووقعوا عليها، يعني للاسف احنا هذا التجاهل بالمواطن، هاي الارواح اللي اكثر من 20 سنه و18 سنه عندنا ناس ابرياء بالسجون، ليش انه المسؤولين على هذا الامر ليش يعانون باسراع العفو العام؟ يعني المفروض يعرفون هذا البريء لازم يطلع من السجن، لازم ان يكون له يعني يريد الحياه، يعني اخوي الناس. اخوي ابو عمر، يعني هناك من علق قائلا انه شر البليه ما يضحك، الذين يفترض ان يحاكموا وان يكونوا داخل السجون هم الذين اليوم يعني ينتظر قانون العفو العام توقيعهم، المالكي وغيره من زعماء الميليشيات الذين يتحكمون والذين يطلقون الطائفية ويعني يسلطون على رقاب العباد هم المتحكمين اليوم بالقضاء في العراق، هل تؤيد ذلك؟
استاذ احنا نعرف انه حكومات اللي حكمت العراق مثل الحكم المالكي هذا نعرف انسان طائفي وانسان انه هو دمر البلاد، ونعرف انسان انه للاسف جاء بالطائفيه اثناء حكمه اللي 8 أعوام. هذا طبعا انسان ما تترجى من عنده اي شيء. ليش؟ لانه هذول ناس هم من كانوا يدعون احنا معارضه واحنا جينا الحب العراق واحنا جينا العراق. طيب من تكونون انتم جيتوا حب العراق والحب العراقيين، ليش ما شفتوا ان العراق انه بحاجه لكم؟ ليش ما احتضنتوا العراقيين؟ ليش ما شفتوا وضعهم وتحسنتوا من اوضاعهم؟ الان ناهيك عن السجناء، احنا عندنا كثير من الوزارات، كثير من وزاره التعليم وزاره الصحه كلها ابادت ومحت. ليش؟ لانه احنا ناس انه خلقتوا الفوضى بالبلد ودمرتوا البلد بسبب اوضاعكم، بسبب العود، بسبب كل الامور الاقتصاديه وكل اللي صار عندنا بالبلد سببه انتم. فمن يطلع المواطن يطالب حقه، يطالب بانه هاي الحكومه انه ما رايدين بهم وما رايدين انه الوضع اللي صاير عندنا ما راضين عنه، فمن يطلع يحتقلونه او يتكلم على مالكي او يتكلم على طيب اي جهه. ليش ما تكون هاي المبادره قانون العفو العام كبادره حسنيه تاخذها الحكومه عشان يعني تخفف الاحتقان الداخلي؟ استاذ هو المفروض 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 لو كان ناس متحضرين ناس مسالمين يطلقون العفو العام. ليش؟ على مود الشعب يحبهم، على مود الشعب يحترمهم، على مود الشعب يعني يكون يعني الوقت يسجل لهم تاريخ. بس هذول تاريخهم أسوأ، تاريخهم مو مشرف للعراقيين، دلالة على يعني الناس ناس أسعدنا رجال مقاومة اللي قاوموا الأمريكان واللي كانوا ضد المحتل قاوموهم الآن بالسجون. ليش؟ لأنه ناس هم مع المحتل، ناس مع العدو، فما نترجى من هذول الناس يعني بحيث أنه يبادر من عندهم موقف شريف، موقف نزيه للشعب العراقي وأبناء الشعب العراقي ولرجال العراقيين اللي طيلة هاي 20 سنة. يعني ما معقول انه ناس شخص بريء يطالب بحقه او يطلع تظاهرة سلمية او يعني يتكلم على شخص انه اموره غير يعني غير طبيعية وغير صحيحة، فالناس يعتقلوه، تيجي القوات الامنية تاخذه او يقتلوه. هذا اذا ما قتلوه يعني بكاتم الاصوات، ونشوف عندنا شباب ورجال انتقلت كاتم الاصوات من دكاتره من محاميين من قضاة من ناس ابرياء، يعني حتى المتظاهرين اللي ثوره تشرين طلعت الطالب حقها انقتلت واعتقلت. لحد الناس لحد الان عندنا ابرياء في السجون ما مغيبين، ما نعرف اسباب اعتقالاتهم ليش. هذه كلها دلاله بانه الحكومات الحكمة العراقية رأيها واحد وشعارها واحد، القتل أم السجن وتدمير أبناء الشعب. هذا ولا الوضع الحالي احنا كنا بنشوفه بنمر به أكثر من 20 سنة. ما يعني كل الوزارات هي غير صالحة وغير جيدة، غير يعني كفوءة للعراقيين. فإحنا ما طول ما ظلت هذه الحكومات على ظلمها وعلى يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه، لابد ان يجي يوم تتحاسب هاي الحكومه، يتحاسب كل من اذى المواطن، يتحاسب كل من اللي سرق من اموال العراق ودهم ده يعني هذا العراق اتدمر بسبب وجودهم، بسبب سرقاتهم، بسبب اعتقالاتهم، بسبب السجون، بسبب الطائفيه. هاي المفروض يتحاكمون عليها. واللي احنا العراق قبل 2003 ما كانت هاي الامور عندنا، ما كان عندنا سجناء، ما كان عندنا شخص من يروح يطالب بحقه، ما كان عندنا كل هالامور متوفره، التعليم كان متوفر، ما عندنا مواطن يطلع ضد الحكومه. ليش؟ لان الحكومه كان لها هيبه، كان لها دور توفر كل شيء للمواطن. اليوم من حكومه الحكمه العراق من 2003 لحد الان المواطن من يطالب بحقه او يتظاهر عليه او يطلق يعتقل. ليش ما كانت عندنا قبل 2003 هذه الاعتقالات والسجون اللي هسه السجون السريه امتلأت بسبب وضعهم، بسبب الفساد؟ لانه احنا ناس عراقيين على حق، ما نرضى الباطل ولا نرضى بالذله، بس للاسف ناس يعني جبناء وقمه الجبناء. ليش؟ لانه احنا عندنا روح عراقيه ما نخاف بس من اللي خلقنا، ومهما كانت لابد اليوم تجي ثوره وتسحق هاي الزعماء وتسحق قياداتهم اللي دمرت العراق من 2003 وما كانوا يظلمون، وما كانوا انفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى وبشر الذين ظلموا
اي منقلب سوف ينقلبوا له، وان شاء الله نهايتهم جايه على ابناء الشعب الحقيقي، على ايادي الشرفاء، ايادي الشرفاء والوطنيين. اشكرك جزيل الشكر ابو عمر من بغداد. وبهذا ننتقل الى ملفنا الرابع مشاهدينا، وهو ملفنا الاخير لهذه الليله، حيث تواصل مؤشرات تراجع منسوب المياه في منطقة الأهوار جنوب العراق تسجيل نسب قياسية وغير مسبوقة في وقت باتت تنذر فيه هذه الأزمة المزمنة من تفاقم المشاكل البيئية والمجتمعية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، على وقع ارتفاع معدلات النزوح والتبعات الكارثية المصاحبة على حياة السكان لا سيما الأطفال والنساء منهم. ويرجع الخبراء هذه الأزمة إلى التبخر جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة تزامنا مع انخفاض تدفق المياه نحو نهري دجلة والفرات، خاصة من حوض الفرات وما تعرف بالنواظم الذيلية المؤثرة بشكل مباشر على كل من الأهوار الوسطى وهبر الحمار الغربي. وعرفت الأهوار بكونها إرثا حضاريا يعود لآلاف السنين بكل ما تحمله من تنوع طبيعي وإحيائي وهوية بصرية، بعد تحولها إلى مرفق طبيعي للسائحين شكلته المسطحات المائية على مر القرون. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عراقيون نفوق ملايين الأسماك في الأهوار بمحافظة ميسان في مشهد مؤلم بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الملوحة. وحمل ناشطون الحكومة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب شح المياه وإهمال الجهات المعنية لهذا الملف رغم تفاقم الأزمة وتأثيرها على الثروة الحيوانية. أكدت الجهات الحكومية في محافظة ميسان نفوق كميات كبيرة من الأسماك محذرة من ظهور أمراض خطيرة مع استمرار أزمة الجفاف دون أن تضع الحكومة الحلول لمثل هذه الكارثة التي باتت تتكرر مؤخرا. فلنشاهد مع المشاهدين هذا الفيديو الذي رصد لنا هذه الكارثة. خاب عمها الدواب شلون قضى؟ إذن هذا كان جزء من الكارثة التي تعيشها الأهوار والتي تعد موردا اقتصاديا لعشرات الآلاف من العراقيين الساكنين حول تلك المناطق بما فيها من مخزون للثروة السمكية والمنتجات البحرية، إضافة لكونها مستقرا لحيوان الجاموس الذي ينتشر في محافظة ميسان وذي قار والبصرة. وتصنف أهوار العراق من كبرى البحيرات والمسطحات المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدر مساحتها مجتمعة بعشرين ألف كيلومتر مربع، وهي عبارة عن منخفضات من الأرض تتجمع فيها مياه الأنهار ثم تتحول إلى بحيرات واسعة ذات أعماق مختلفة. ويضم جنوب العراق ثلاثة أهوار رئيسة هي هور الأحويزة على الحدود الإيرانية وهور الحمار وسط المنطقة وأهوار الفرات التي تمثل شمال وغرب البصرة وجنوب منطقة العمارة القريبة من مصب دجلة والفرات. ويعاني هور الأحويزة كما هو معروف في محافظة ميسان على وجه الخصوص من كارثة بيئية تتسبب بنفوق الملايين من أسماكه بنسبة تصل إلى 95% خلال الأسابيع الماضية جراء انخفاض مناسيب المياه، ما أطلق تحذيرا بيئيا شديد اللهجة للجهات المعنية والمسؤولة عن الموارد المائية والتلوث البيئي في العراق. بيّنت صور ملتقطة حديثا حالات نفوق كبيرة للثروة السمكية في هور الأحويزة نتيجة لجفاف الأهوار في مشهد يبين لنا حجم الكارثة، فلنتابعه معا.
كيف كانت تعليقات العراقيين المعلقين على هذا الموضوع؟ فلنتابع معا. ناظم الزبيدي علق قائلا: إيران سدت الروافد عن الأهوار وتسببت بهذه الكارثة. عبد الحميد محمد محمد: هذه جريمة والغاية منها تدمير الثروة السمكية. محمد آل ربيع: عمل مفتعل وإجرامي يحاسب عليه المسؤول. أبو أمير الجبوري: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم أراد سوءا لهذا الشعب الجريح. مرتضى آل بني: العراق غير صالح لعيش أو للعيش بوجود هؤلاء السفلة السياسيين الذين دمروا البلاد والعباد، وحسبي الله ونعم الوكيل. جعفر عبد كاظم الزيرجاوي علق قائلا: كله بسبب إيران التي قطعت روافد نهر دجلة التي تنبع من الأراضي الإيرانية، وكذلك موافقة الأحزاب السياسية القذرة الموالية لإيران والتي وافقت على تصرف إيران العدائي للشعب العراقي المظلوم. إذن هذه كانت التعليقات حول هذا الموضوع، وبهذا نختم ملفنا، حيث أعفى رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني مدير شركة الخطوط الجوية العراقية من منصبه على خلفية الفوضى والإرباك الذي حصل في مطار بغداد الدولي قبل أيام، ولطالما انتقد مسافرون ومتخصصون في قطاع النقل الجوي والطيران الخدمات المقدمة على متن الخطوط الجوية العراقية في ظل ما تعانيه الشركة من فساد وإهمال جراء عقدين من صراع الأحزاب عليها، كونها تمثل مصدرا مهما للمال والنفوذ. ويرى المتخصصون أن الخطوط الجوية العراقية سقطت في مستنقع الإمال الحكومي المتواصل والإدارات الفاسدة، مما جعلها تتراجع كثيرا في ظل سيطرة أشخاص من غير الاختصاص في النقل الجوي على مقاليد الأمور فيها، بل وتسجيل تدخلات غير مهنية من مسؤولين متنفذين. مزيد من التفاصيل مشاهدينا نتابعها عن أحوال الناقل الوطني وتراجع الخدمات للخطوط الجوية في سياق الإنفوغرافيك التالي الذي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. National embarrassment. They have literally nothing. No headphones, no pillows, no menus, no hot towel, nothing. Doesn't worth anything if your crew sucks. So much money out of your customer's pocket. You gotta give something back.
إذا مشاهدينا من قطاع الطيران إلى قطاع الكهرباء، حيث أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العراق غضب الشارع العراقي من فشل الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني التي تطلق الوعود الوهمية بمعالجة ملف الكهرباء على الرغم من إنفاق نحو 80 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ سنة 2003. ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة في العراق على الرغم من انتصاف شهر أيلول، تتواصل انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة في مختلف المحافظات العراقية عدا محافظات كردستان العراق. ويعاني العراقيون كثيرا خلال فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، حيث تعجز شبكة الكهرباء الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتشغيل المكيفات والمراوح الهوائية لتبريد المنازل والمباني، ويضطر العديد من العراقيين للاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة التي تكلفهم الكثير من المال لشراء الوقود اللازم لتشغيلها. وفي ظل تدهور التيار الكهربائي وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، تساءل مدونون تحت وسم الكهرباء وين؟ دون أن تكلف الحكومة نفسها للإجابة على السؤال الأكثر إلحاحا هذه الفترة. فلنستعرض معا عددا من التغريدات عبر منصة إكس. نبتدئ مع سيف هادي، سؤال نبحث عن إجابته، صار 21 عام ولا نزال نبحث والمطبلين للحكومة لا يزالون يطبلون، الكهرباء وين؟ علي أحمد، من 2003 لحد اليوم الحكومات تتفنن بتعذيب الوطن والمواطن، هم عباقرة في الكذب والضحك على الشعب وبيع الأوهام والخزعبلات تحت هاشتاج الكهرباء وين؟ ريان، والله العلي العظيم أحس دا موت، ما باقي عندي طاقة تتحمل الوضع والحر، متت من أمس بال 12 الظهر انقطعت الكهرباء وللآن ما جت، شنو السالفة؟ الكهرباء وين؟ ريهام حسن قالت الكهرباء بالعراق تحت رحمة إيران على الرغم من أن العراق مبيوع تفصيخ لإيران، شو وقت ما يعجبهم يقطعون إمدادات الغاز ونبقى تحت رحمة أبو المولع، حكومات متعاقبة ما قدرت تحل مشكلة الكهرباء في العراق فقط لكي تبقى إيران مستفيدة من هالوضع، الكهرباء وين؟ إذن هذا كان الهاشتاج وهذا الوسم، وبه نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.